الطلبة الأستاذة أماني رشيد، أهلا وسهلا بك معنا. أستاذة أماني، وكل عام وأنت بألف خير. بداية، يعني أتوقع هنالك حالة من الترقب لمحضر الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، ويعني استقرار واضح في مؤشر الدولار بالرغم من تسجيله ارتفاعا طفيفا مقابل العملات الأخرى. صباح الخير رمضان كريم. طبعا مع بداية التداولات الأسبوعية تشهد الأسواق حالة من الاستقرار النسبي. مؤشر الدولار يعني لا يزال مرتفعا ولكنه نوعا ما مستقرا في الوقت الذي نترقب فيه محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل. ولكن يوم الجمعة الماضية شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا قويا من أمام أغلب العملات الرئيسية، طبعا بسبب البيانات الإيجابية حيال قطاع سوق العمل نوعا ما. فبالرغم من إضافة قطاع سوق العمل يعني أقل من 500 ألف وظيفة شهريا، ولكن معدل البطالة الذي تراجع من مستويات ال 3.8% لمستويات ال 3.6% يعتبر أدنى مستوياته منذ أو ما قبل تفشي فيروس كورونا. وبالتالي يعني الوجه العام أو الشكل العام يدعم تعافي قطاع سوق العمل ويدعم مضي الفيدرالي الأمريكي في تجديد السياسة النقدية الفترة المقبلة. حتى وجدنا أن يعني إحصائيات رفع الفايدة الأمريكية ارتفعت حوالي 70% لصالح رفع الفيدرالي الأمريكي 50 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل. ولكن أيضا يعني ليس فقط اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مايو أو رفع الفائدة هو الذي سيحرك الأسواق. طبعا محضر الاجتماع الذي أشرنا إليه الذي ننتظره يوم الأربعاء المقبل يعني سيكون له دورا محوريا في توجهات الدولار الأمريكي، خاصة وأن يعني ننتظر تفاصيل أكثر عن يعني سياسات الفيدرالي الأمريكي، التحدث بشكل أكثر عن يعني موازنة العامة للفيدرالي الأمريكي، هل سيبدأ في تقليصها في الاجتماع المقبل بحوالي يعني هو حاليا الموازنة العامة تحتوي على 9 تريليون دولار، هل سيتم أيضا سحب السيولة وتقليص الموازنة العامة. وبالتالي كل تلك العوامل ستدعم الدولار الأمريكي. حتى وجدنا أنه يعني بالرغم من استقراره نوعا ما مع بداية التداولات الأسبوعية، إلا أنه على المدى البعيد لا يزال الاتجاه الدولار الأمريكي صاعد، خاصة لو نجح مؤشر الدولار الأمريكي في الاستقرار على مستويات 99.50. نعم أماني، يعني هذا الاستقرار هل سيستفيد منه اليورو تحديدا في منطقة اليورو، مع التوقعات بأن سيكون اجتماع مرتقب للمركز الأوروبي يتحدث عن تجديد السياسة النقدية أبكر مما كان متوقعا، كيف سيستفيد اليورو في ظل هذه المعطيات في الأسواق؟ عندما نتحدث عن اليورو علينا ألا نغفل أنه حتى وقتنا هذا الفيدرالي الأمريكي يمضي قدما في تجديد السياسة النقدية، يرفع الفايدة للمرة الأولى في اجتماعه الماضي ب 25 نقطة أساس. وأيضا كما أشرت أن التوقعات الآن تصب لصالح رفع آخر ب 50 نقطة أساس، حوالي يعني كل اجتماع ننتظره سيتم رفع الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى تقليص الموازنة العامة، تقليص برامج شراء الأصول. يعني الفيدرالي الأمريكي يعني يمضي قدما في تجديد السياسة النقدية بقوة، خاصة وأن البيانات نوعا ما حتى لو كان في هناك يعني ضعف أو بعض البيانات المخيبة للأمال، إلا أن السيناريو العام أو البيانات بشكل عام لا تزال داعمة لتجديد السياسة النقدية. على الجانب الآخر طبعا بسبب الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا كان الاقتصاد منطقة اليورو الاقتصاد الأوروبي من أكبر الاقتصادات التي تأثرت بالسلب جراء الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الغاز وأسعار النفط بشكل عام. وبالتالي فحتى لو بدأ المركز الأوروبي يعني ينوه على تجديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال هناك تباين واضح ما بين السياسات النقدية، خاصة وأن البيانات في منطقة اليورو على الجانب الآخر يعني على الرغم من ارتفاعات التضخم إلا أن أغلب القطاعات لا يزال يتخللها بعض الضعف، على عكس مثلا الجنيه الاسترليني وبنك إنجلترا الذي أيضا مضى قدما في تجديد السياسة النقدية ورفع الفايدة 3 مرات متتالية. فحتى لو بدأ المركز الأوروبي في تجديد السياسة النقدية ولكن لا يزال هناك تباين واضح، على عكس الجنيه الاسترليني الذي يعني يبدو متماسكا نوعا ما مقابل أو مقارنة مع اليورو أمام الدولار الأمريكي. نعم، يعني دعينا لا نغفل الحديث قليلا حول الين الياباني. لاحظنا حالة ارتفاع الدولار مقابل الين إلى مستويات قياسية خلال أو نهاية تعاملات الشهر الماضي، ومع بداية تعاملات هذا الشهر هل هنالك تحركات جديدة فيما تتعلق بالين الياباني؟
وبالنسبة للين الياباني وتراجع أمام الدولار الأمريكي، طبعا الدولار أمام الين وصل لمستويات 125، مستويات مرتفعة جدا لم يصل لها السعر منذ عام 2017 أو 2016، ولكن بدأت عمليات جني الأرباح تسيطر على تداولات الدولار ين، حتى وجدنا أن الدولار ين يعود من جديد لمستويات 122 دولار لكل ين، وبالتالي 122 ين لكل دولار عذرا، ولكن بشكل عام لا يزال الاتجاه الصاعد للدولار طبعا أمام الين، لأن هناك تباين واضح ما بين السياسات النقدية، هناك تباين واضح ما بين معدلات التضخم في الولايات المتحدة ومعدلات التضخم في اليابان التي تعاني من تباطؤ نمو ملحوظ، أو حتى يعني شبح الانكماش لا يزال يلوح في الأفق بالنسبة لليابان وبالنسبة لمعدل ارتفاع الأسعار مقارنة ب يعني تعجيل الفيدرالي الأمريكي في تجديد السياسة النقدية. فحتى لو وجدنا أن الدولار ين يعود من مستويات 125 لمستويات 122، ولكن هذا يرجع بشكل رئيسي لعمليات جني الأرباح، ولا يزال الاتجاه العام للدولار مرتفعا أمام الين الفترة المقبلة. نعم، محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذة أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.